بكم معكم مصطفى مقناش بطل افريقيا 2022، وان شاء الله حصلنا عليها في 2023. كانت بطولة قوية، لعبت جوج مباراة اللي كانوا قويين بزاف ما بين افريقي وجزائري، والحمد لله توفقت عليهم بمرونة ان شاء الله. الحمد لله كانوا كومبات قاسين، والحمد لله تيسرات الامور، توفقت عليهم بواحد القوة. تنشكر الاساتذة ديالي اللي سهروا معايا، كنشكر الاصدقاء ديالي اللي وقفوا معايا، والحمد لله وشكرا لله على كل حال. الفوز ديالي لصاحب الجلالة نصره الله، وتنهدي الفوز ديالي للمغاربة كاملين، والام ديالي والاب ديالي وخوتي، وتنشكر الجميع، جميع المغاربة ان شاء الله خارج الوطن وداخل الوطن. شكرا.